لأن بسم الله الرحمن الرحيم، لأن سيدي مدير الثقافة والفنون لولاية المسيلة، سيدي مدير المطالعة الرئيسية مكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية المسيلة، أهل الثقافة والفن لولاية المسيلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بمناسبة العيد الفطر المبارك وتحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون لولاية المسيلة، ينظم قطاع الثقافة والفنون لولاية المسيلة هذا اللقاء الخاص بالمعايدة، الذي من خلاله نشكر السيدة وزيرة الثقافة التي خلقت هذا التقليد الجميل، الذي من خلاله نستطيع أن نلتقي مع أهل الثقافة في كل الولاية. إذا بهذه المناسبة نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، ونشكركم على النشاط الثقافي والفني الذي من خلاله تجعلنا من المشهد الثقافي المسيلي والجزائر بصفة عامة جميع أيامه أعياد من خلال الفرح والسعادة لتنشرها إن شاء الله في هذا المجال. السلام على أشرف المرسلين. طبعا مدام فرصة للمعايدة والمغافرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نرحب بسيد مدير الرئيسية للمطالعة العمومية، نرحب بمدير دار الثقافة، بالنخبة الثقافية كل لمقام جميل وصفه، عيدكم مبارك وأنتم بخير. تمنينا أنه يكون العدد أكثر، لكن هذه يعني جات ظروف يعني دعوة كانت متأخرة، وكانت الأمور حبينا يكونوا حاضرين معنا أكبر عدد، يكون معنا كل الفنانين، لأنه أنا شخصياً أني جديد معكم في ولاية المسيلة، حبيت نلتقي بأكبر عدد من الفنانين، لنا فرصة للمعايدة والمغافرة، وكذلك لتبادل النقاش من أجل واقع الثقافة في المسيلة، من أجل تحسين الظروف. نحن لا نملك عصا موسى، لكن نحاول بخبرتنا المتواضعة بطرقنا نحاول نقدموا الأحسن. طبعا أبواب المديرية والمؤسسات أنتم تعرفون الزملاء قدم معكم، ومديرية راهي بابها مفتوح لطرح كل الإشغالات، لطرح كل الأمور. نتمنى أنه الفترة اللي راح نقضوها معكم طالت أم قصرت تكون الأحسن، نقدم الأحسن. واقع الثقافة المستوى الوطني ليس مستوى ولاية المسيلة، أنه دائما ميزانيتنا شوية محدودة، لكن نحاولوا بالاجتهاد، نحاولوا بالتعاون، نحاولوا نقدموا الأحسن للساكنة وللمواطنين وللناشئة، لأنه تركيزنا في البرامج القادمة يكون على الناشئة لخلق جمهور جديد أو خلق جمهور متنوع وراقي. نحاول أنه نغير في سياستنا بالاعتماد على الناشئة، مش معناها أنه نهمل الفئات الأخرى، لكن الفئات الأخرى اللي تعرفنا تعرف أمورنا، نحاول أنه نركز في نشاطاتنا على الناشئة والمناطق الأخرى البعيدة. طبعا في هذا المجال راح نطرح ربما كاين بعض الناس عندهم تساؤلات خاصة على بطاقة الفنان. طبعا الأخوة الزملاء بالنسبة للقطاع قدموا واجبهم بالنسبة للبطاقات، أنه كل الملفات اللي توضعت على مستوى مديرية الثقافة وكانت كاملة راهي على مستوى المجلس الأعلى للفنون والأدب. وانا يا بعد ما تفاجئنا في حق مع الاخوان من مصلحه الفنون انه ثلاث بطاقات وصلتنا هذه مؤخرا، عدد قليل وقليل جدا بمقارنه بالملفات اللي راحت للوزاره. سالت يعني على مستوى المجلس الاعلى بحكم علاقاتنا بحكم الناس نعرفهم، سالنا على هذا الوضع، وعدوني الزملاء انه راح في القليل او القليل العاجل انه تتغير هذه الأمور، لأنه ولاية مثل المسيلة بحجمها بشساعتها بتاريخها بعراقتها، يعني مؤسف جدا أنه كل مرة تفكرون بجوج ولا ثلاث بطاقات، يعني مهما كان ما دام عندنا
عندنا تقريبا 160 ملف قديم وعندنا 170 ملف جديد. المفروض هذه الملفات يتعالجوا وهو على مستوى المجلس. لان الملفات حنا تقريبا 70-80% درسناهم راهم على مستوى الوزاره اللي هي تتكفل بطباعه هذيك تبقى قضيه الطباعه. هذه راح نسقوا مع الاخوه الزملاء في الوزاره ما هو سبب التعطيل او الامور. هذا وعد مني ان شاء الله. انا اتصلت قمت باتصالين يعني مع الزملاء اعضاء المجلس وفي اقرب فرصه لنزور الوزاره راح نشوفوا سبب هذا الاشكال وبالتالي راح نعالجوا. لانه نتمنى يعني من الاخوه الفنانين ما ينزعجوش من هذا الموضوع لانه خديناه من اولوياتنا. طبعا نزيد انا نكون معكم صريح، ميزانيه المديريه والمؤسسات ضعيفه وضعيفه جدا بحجم مساحه الولايه وبحجم الشيء اللي يطلبوا من الولايه. وبالتالي احنا نحاولوا نعاونوا الفاعلين في الحقل الثقافي مثلا الجمعيات والمخاطر انه نوصلوا ملفاتهم بالنسبه للدعم بالنسبه لكذا لنتعاونوا كامل في حمل القفه شويه من ميزانيه الثقافه شويه من المكتبه شويه من المديريه بالاضافه الى الجمعيات للوصول للهدف المنشود بتغيير او تحسين المستوى على جانب. هذا الشيء اللي نقدر تبقى انه لغه الحوار التواصل هذا اللي تخلينا ننجحوا في ما هو قادم. الاختلاف رحمة يعني الكمال لله ونجم دعوة الكمال، لكن نختلفوا نتناقشوا نحاولوا نوصلوا الى حلول ونجحنا هو بكم انتم. مستحيل انه الى كما نقولوا حفل كما هذا ما يكونش حضور وبعدين واحد احنا نفرجوا يعني الحفل راه فاشل 100%. لو كان يكون كاين حضور يكون كاين حضور يكون كاين نقاش يكون تبادل اراء هذا هو النجاح تاعنا. بالتالي شكرا على تلبيه الدعوه. كل سنه وانتم بخير ونتمنى الخير للجميع وان شاء الله بدايه بعد رمضان تكون بدايه موسم الاستياف تكون انطلاقه نوعيه ومختلفه. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد مدير الثقافة سيد مدير دار الثقافة السادة المبدعين والفنانين والمبتكرين السادة الأشخاص الفنانين على مستوى ولاية المسيلة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا في إطار احتفالات بعيد الفطر المبارك أهنئكم جميعا وأقول لكم عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وكما أقول لسيد مدير الثقافة نهنيه ونهنيه بمناسبة التعيين تاعو على مستوى ولاية المسيلة، إلا أن أوصيه خيرا بالفنانين على مستوى ولاية المسيلة لأن المسيلة كنز حقيقي، كنز من كنوز الفن والإبداع على مستوى الوطني. وأقترح بهذه المناسبة السعيدة أن نشكل مجلس استشاري للثقافة على مستوى ولاية المسيلة لأن نتيجة العدد الهائل الموجود على مستوى الولاية المسيلة تحتاج إلى مجلس استشاري ولائي للثقافة، وبالتالي تسهل المهمة على قطاع الثقافة وكل فنان أو كل مبدع يعني يستحق وينال الحقوق تاعه على أحسن ما يرام من خلال المجلس الاستشاري للثقافة. هذا اقتراح فقط سيد المدير لأن الجمعيات النشطة والمبدعة على ولاية المسيلة كثيرة وكثيرة جدا وفي جميع الاختصاصات منها الموسيقية منها التشكيلي منها يعني كثيرة ومتنوعة وجميع الاختصاصات. لهذا يكون المجلس ويكون كل اختصاص له ممثلين في هذا المجلس الاستشاري للثقافة. هذا مجرد اقتراح سيد المدير ولا لا لا أطيل عليكم كثيرا. هنيئا لنا بعيد المبارك وهنيئا لكم إن شاء الله نتلقاو في سنة
جديدة مملوءة بالخير والسعادة والهناء. وإن شاء الله أحب الفنانين، والله غير أحبكم الفنانين، والله العظيم كل مبدع نحبه إن شاء الله، لأننا النتيجة باش نرفعوا بالمستوى الثقافي والفكري تاع المسيلة هو يرجع إلى الفنانين والمبدعين والكتاب والشعراء، يعني بكل صراحة يرجع لكم أنتم، إحنا مجرد إلى مسيرين إداريين نساعدوا نمدوا اليد، نمدوا اليد للفنان والمبدع والمبتكر، نمدوا اليد، وهذا لنا سيد المدير مد اليد تاعو، قال لكم هذه يدي مملوءة بالعسل والفكر، وهذه اليوم اليد بالمعاملة الحسنة والطيبة، وبالتالي إن شاء الله ننهض بالقطاع تاعنا للأفضل، وإن شاء الله نمدوا المثل على الولايات منا ومنا أن المسيلة وفعلا حققت نتائج كبيرة في المسيلة. المسيلة اللي شاركوا على مستوى الوطني على مستوى العالمي، واذكر تحية خاصة لعبد الرشيد مرنيز اللي مثل الجزائر في معظم الدول العربية، في العراق، في السعودية، في مصر، في كل الدول، وهذا شيء ممتاز. كذلك المرشدين، المرشدين ما شاء الله نفتخر بهم، تاع بوسعادة اللي راهم حققوا نتائج، الفوتوغرافي سعد غاني ما شاء الله اللي شارك في العراق وشارك ونتحصل على جوائز مهمة جدا، خميسة ثاني المنتقد الأصوات فنان مبدع، تحية خاصة سعد غاني يعطيكم الصحة، تحية لكم أوكل للجميع، ونشكركم بزاف على تلبية الدعوة ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، واليد في اليد من أجل النهوض بالقطاع والثقافة على مستوى ولاية المسيلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعطيكم الصحة. قدرنا فقط المسؤولية والوظيفة متاحة، لأن كما قال السيد المدير عندنا جواهر في مدينة المسيلة، ومدينة المسيلة ثقيلة ثقافيا بمثقفيها وفنانيها، ونشكركم كذلك الفنانين تاعنا والجمعيات على التفاهم تاعهم دائما متفاهمين معنا، وحنا ثاني فاتحين لهم الابواب وعطينهم وفاتحين اسرار الثقافه كامل على مصراعيها اللي نقولوا لها واش كاين هكيفاه هذا الحاجة التواصل اللي رانا فيه قلاتنا نعيش كالاخوه كفنان ما بين المسؤول والفنان والمثقف. لهذا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يقدرنا على هذه المسؤوليه فقط وكونوا معنا فقط هذا مكان ان شاء الله، لان المسؤوليه ثقيله باش نرضوا الناس كامل، لان على بالنا مهما تحاول باش تحتوي المثقفين والفنانين تاع الامثله راحين يبقاو 5 6 7. الحاجه اللي وعدتكم فقط انا متفكرينكم داريكم في حسابنا اللي ما كانش هذا العام، واللي مش تنسى ما لحقناش باش نديروه راح يكون ان شاء الله في النشاطات القادمه ان شاء الله. نترك الفرصه لبطاقه الفنان. اولا رحب بالحضور الكريم الفنانين الاكارم ممثلين المسيلة. صحيح كما قال السيد المدير يعني الحضور كان قليل، ولكن الذي لاحظته هو تنوع في جميع الطبع الثقافيه. عندنا ممثل محافظ الانشاد سي بوهالي متواجد، ممثل الفنانين سي مرديز متواجد، الصور الفوتوغرافيه كحالي وسي طبي متواجدين، الشعر عندنا مليان سراي عبد النور، الجمعيات عندنا علاء الدين بطرعه رجل كريم، ثم طبع الثقافية سيعزي الأطفال يعني الطفل، تقريبا جميع الطبوع الثقافية، وكان لكم يعني كما ذكر السيد مدير الثقافة مجلس استشاري اختياري يحضر وحده كممثلين، يعني كان متنوع كما قال السيد المدير، مسيلة خزان ثقافي فيها أكثر من 500 فنان، مقترح أكثر من 170 فنان يعني حاملي بطاقة فنان، أكثر من 11 فنان متحصلة بطاقة إلكترونية، أكثر من 260 جمعية نشطة. مسيلة يعني خزان ثقافي كبير، صعب وصعب جدا احتواء كل يعني الفنانين وكل البلديات، ولكن جهد مقل كما قلنا. هنا مديرية الثقافة قطاع الثقافة تقريبا استلمت هذا الأسبوع 3 بطاقات فنان إلكترونية في طبعتها الجديدة. أول بطاقة هي للفنان التشكيلي بطبيق الصديق، الفنان التشكيلي معروف، يسلمها له مدير الثقافة
السيد بن عيسى مراد ليتفضل. ومدير المكتب الرئيسي طيبة حيث طيبة ومدير دار الثقافة فوق. شاعر رضا ملياني ومحافظ المهرجان الثقافي للنشاط وسعادة محمد بوهاب. جائزة.